شر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن غضب العزيز الجبار. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه العظيمة، واعلموا أن يومكم هذا يوم الحج الأكبر جعله الله عيدا لأهل الإسلام، يأتي بعد يوم عرفة الذي يعد الحجاج فيه ركن الأعظم من أركان الحج، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة. ويوم عرفة هو يوم الإتق من النار، يؤتق الله فيه من وقف بعرفة ومن يقف بها من المسلمين، ممن تقبل الله توبته ويصلح أعماله. ويوم عرفة هو يوم الإتق من النار، يؤتق الله فيه من وقف بعرفة ومن يقف بها من المسلمين، ممن تقبل الله توبته وصلحت أعماله ونيته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، والله أكبر، ولله الحمد. فلذلك سار اليوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين في جميع أمصارهم من الحجاج وغيرهم لاشتراكهم في الإتق والمغفرة في يوم عرفة، كما اشتركوا في المغفرة والإتق من النار، يشتركون في هذا العيد الذي يعترفون فيه. عباد الله، فالحجاج يرمون فيه الجمرة ويشرعون في التهليل من إهرامهم، وينقضون تفثهم ويوفون نذورهم، ويطوفون بالبيت العميق، وعلى الأمصار يجتمعون على ذكر الله وتكبيره، ويعدون صلاة العيد في جميع الحاشد، ثم يذبحون بعد ذلك دهاياهم. وقد أمر الله نبيه أن يجعل شكره على إعطاء الكوثر أن يصلي لربه وينهر. قال الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، والله أكبر، ولله الحمد. والأضاحي سنة إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، فإن الله سبحانه وتعالى شرعها لإبراهيم حين فدى ابنه الذي أمر الله بذبحه امتهانا له، فبادر بامتثال أمر ربه، فلما أسلم وتله للجبين، وعند ذلك لما ظهر صدقه فداه الله بذبح عظيم. روى ابن ماجه وغيره من حديث زيد بن أرقم قيل: يا رسول الله، ما هذا الأضاحي؟ قال: سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قيل له: فما لنا بها؟ قال: لكل شعرة حسنة. قيل: فالصوف؟ قال: لكل شعرة من الصوف حسنة. فبادروا رحمكم الله تبارك وتعالى بإحياء سنة مصطفى الأخيار، فإن بعض العلماء يرون أن الأضحية واجبة على ذوي اليسار، والجمهور يرون أنها سنة، وهو قول مختار. ومن أفضل الأعمال يعمله المسلمون في هذا اليوم ذبح الأضاحي، وأفضل الأضاحي أكرمها وآسنها وأغلى ثمنا، وتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيتي، والبدن والبقرة عن سبعة، والمجزئ من الدأن ما تم له سنة، ما تم له ستة أشهر فأكثر، ومن المعز ما تم له سنة، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم 5 سنين، واجتنبوا ذوات العيوب فإنها لا تجوز في الأضاحي. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم،
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. الحمد لله الذي شرع لعباده عيدا يذكرونه فيه ويشكرونه ويشكرونه على فضله وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يستوي عنده ما في السر العبد وإعلانه وأعلانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله لتبليغ الحق وتبيينه، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هاجروا والذين آووا ونصروا وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، وجدنا أنفسنا في هذا الزمان في انتشار الجريمة العظيمة. حذر الإسلام من هذه الجريمة وتوعد فاعلها بعذاب أليم، بعذاب أليم شديد. فالله يقول سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تبارك وتعالى: ولا يذنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. عباد الله، أي أنه يدخل النار ويجد عذابا شديدا، وما يمر عليه يوما إلا وجد العذاب تنزل عليه، عياذا بالله رب العالمين. وقبل هذا، فإن الزاني قد يعذب في الدنيا، وكما سمعتم من خلال الأحاديث، وقد يعذب في عالم البرزخ، في عالم البرزخ. روى البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، في حديث الطويل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أتاني ليلة آتيان، وإنهما ابتعثان، وإنهما قالا لي: انطلق، وإني انطلقت معهم. وذكر الحديث إلى قوله: فأتيا على مثل التنور فإذا فيه لغط وأصوات، فإذا اطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء أرات، وإذا هم يأتيهم لاب من أسفل منه، فإذا أتاهم ذلك اللهب ذهدوا، أي سرقوا وبكوا وتعاوضوا، ثم أخبروا بما رأى في هذه الليلة. فقال: وأما الرجل والنساء العرات الذين في مثل التنور فإنهم الزنات والزواني. روى البخاري ومسلم في صحيحه من حديث بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا فهو وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ وأن تقتل والدك، وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قالوا: أن تزني بهليلة جارك. فالزنا عباد الله جريمة عظيمة، ويعظم يوما أن يكون في جيران. فقد روى إمام أحمد في مسنده من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. رواه البخاري. الزنا جريمة، ولكن قد تتعاظم هذه الجريمة من هال إلى هال، من هال إلى هال، جريمة عظيمة على كل حال من الأحوال، ولكن يعظم الذنب ويشتد يوما أن يكون في جيران. لماذا؟ لأن الجيران يجب أن يأمر جاره من شروره. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الذي يجلس على فراش المغيبة مثل الذي ينهش أسود من أساور يوم القيامة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، والله أكبر، ولله الحمد. اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن ترحم هذه الأمة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والآمال الرياء. اللهم طهر قلوبنا من هذا الفساد العظيم. اللهم آسن عاقبتنا في أمورنا كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأوطان المسلمين، وأصلي أئمتنا وولاة أمورنا بإزتك يا عزيز يا جبار يا قادر المقتدر، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من الأقوال والأعمال، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. يا أوى أبند خطبة متقمسة أتكيتي شيني بياني أكم فللانا وننيني ميجرمة إرن يند الله سبحانه وتعالى yake yi mun baiwa da ire-iren waɗannan lokuta wanda ya zama wajibi ne gare mu gode ma Allah subhanahu wataala. Waɗannan lokuta Allah na mamu baiwa su lokaci zuwa lokaci, wannan na ƙarewa kuma sai wannan yazo, bamu dade rabanmu da Ramadana ba. Yanzu kuma Allah subhanahu wataala ya kawo mu waɗannan kwanuka domin Allah subhanahu wataala ya mun baiwa da ni'imarsa da falalarsa da gafararsa da rahamarsa. Ya ƴan uwa, a wannan yini idan muka lura yana kasancewa ne bayan wata babbar ibada wanda ɗaya ne daga cikin rukunnan musulunci, ko mu ce ɗaya ne daga cikin rukunnan aikin haji, ita ce tsayuwar arfa. Sannan kuma ga mu a hilin idi wanda muna tarayya da alhazzai cikin samun gafara Allah subhanahu wa ta'ala da samun yanci daga wuta. Yayin uwa, wannan yini Allah subhanahu wa ta'ala ya mamu baiwarsa da samun ni'imomi daban-daban. Allah madaukaki yakan lullaba bayansa da rahama da jin kai a cikin wannan daga cikin ibadodi. Ya ƴan uwa, da ake gabatarwa a cikin wannan yini wanda kowa ya sani, malamai na ta bayani a gidajen radio a khutuba, shine abin da ya shahi layya. Wannan malamai duk sun yi ta bayani a majalis din su ire-iren abin da ya cancanci a yi layya da shi, da ma abin da bai cancanta a yi layya da shi ba, da kuma irin falalar da Allah subhanahu wataala yake badawa. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni ga manzansa sallallahu alaihi wasallam ya gode Allah da ni'imar da Allah madaukaki ya bashi ta tabkin Al-Kausara. Allah yake ce mai, kai sallah don gode ma ubangijinka, kuma ka yanke abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka, ko kuma ka soke abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka. Daga cikin ibadodi a cikin wannan yini, ya ƴan uwa, ya tabbata an tambayi manzon Allah game da wannan layya, cewa ita wannan layya da muke menene matsayinta a cikinmu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sunnar babanmu ce Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, wanda shine abul anbiya. Allah subhanahu wataala ya jarraba Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da cewa ya yanka ɗansa, yayin da Allah subhanahu wataala ga gaskiyar Annabi Ibrahim da ɗansa, sai Allah subhanahu wataala ya wanshi wannan ɗan da abin yanka mai girma. Wannan shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake zartar da wannan ibada, kuma ya umarce mu mu zartar, ita ce ibada ta layya. An tambayi manzon Allah, me za mu samu na lada? Manzon Allah ya ce, duk dabbar da ka yanka, duk gashin da ke ga jikinta guda, za a baka lada a kansa. Duk gashi guda, wa san iyakar gashin da ke ga jikin dabba? Aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to gashi irin wannan mai zubewa wanda ake ce masufi? Manzo Allah ya ce, shi ma duk ɗaya a cikin ƙwara ɗaya kana da ladar da Allah subhanahu wa ta'ala za ya baka. Ya ƴan uwa,
adun ule yana halitta mutum mai gida ya yanka rago da shi da ƴan gidan shi baki daya ya ishe su. Ma'ana suna iya tarayya a cikin ladai, ba ina nihin ba in yana da halin yanka ma kowa ki yankawa. A'a, idan rago daya Allah ya hore ma, kana iya tarayya da kai da iyalanka baki daya. Sannan kuma ya shari'a ta tabbatar mutum shidda ko mutum bakwai su iya tarayya a cikin sa, nan ma'ana tarayya su gama kudi su sayi. Yayin uwa, abinda ya halitta na ailayya da shi malamai sun yi bayanai, saboda hutuban mu ta biyu za mu je gare shi, wannan malamai sun riga sun yi ta bayanai a gidajen radio. Wannan yayan uwa hutuban mu ta biyu shine wani bala'i da muka samu kanmu a cikin sa. Wannan yana daga cikin hutuban mu ta shekara da ya kamata mu tunatar da junan mu yayan uwa. Mun samu kanmu a cikin wani babban zunubi, mun samu kanmu a cikin wata babba azaba, domin wannan zunubin yakan jawo azaba tun nan duniya har zuwa lahira. Wannan ya'yan uwa wata sabo ne, wata bala'i ne da muka wada ciki. Ya'yan uwa shine watsuwar zina a cikin al'umma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya'yan uwa, idan ana baka labari irin bala'in da ke cikin wannan garin na zina, wallahi zaka ce ba maradi bace. Mu ji tsoron Allah ya'yan uwa, zina babban bala'i ne, zina babban zunubi ne. Zinan nan yau ƴan uwa ta zama cikin al'umma, ba ajin kunyata, ba yara, ba manya, ba latijawa, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar duk al'umma da irin wannan bala'in ya faru a cikin su ya bayyana, to za su kasance a cikin bala'i mai girma. Ya ƴan uwa, wallahi tallahi bala'in da muke ciki a yau, Allah subhanahu wata'ala ba danjin kansa ba da rahamarsa, irin zunuban da muke aikatawa dugon ruwa ɗaya ba za mu samu ba wallahi. Yau bala'i na zina ya yawaita, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana wannan. Allah subhanahu wa ta'ala ce mu mai kan mu kusanci zina. Kuma yau ɗan uwa ka tsaya ka yi lissahi da kanka, wallahi da hanyoyin kusantar zina yau dab-dab muke da su. Allah ya ce kan mu kusanta, domin Allah ya san mu, shi ya halice mu, ya san in mun kusanta ba makawa sai mun aikata. Yayin uwa, yau ka diba irin matasa, ka diba irin lattijawa. Yau bala'i ya kai har zina da matan armi a cikin garin nan. Akwai waɗanda ba su da aiki, su magana su yi zina da karuwai sun wuce wannan, magana su yi zina da 'yan mata sun wuce wannan, sai dai zina da matan armi, ina za mu shiga da wannan bala'i? Waɗansu ma ba wai zina da matan arman ba, kuma ƙarin bala'i matan maƙwabtansu, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani cewa dukkan zina-zina ce. Amma mutum ya yi zina da mace goma ya yi mai sauƙin azaba da mutum ya yi zina da matan maƙwabcinsa. Allah subhanahu wa ta'ala yana bayanin bayan Allah na ƙwarai, Allah ce wala yazunun, ba su aikata zina. Amma yau mutane, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ba jin kunya. Yau kunya ta yi ƙaramci cikin al'umma, zina ba a ɗauke ta wani abu ba. Wallahi mu muna yara mun taso a unguwa, idan mace ta yi cikin banza abin bala'i ne a cikin unguwa. Amma yanzu ba wani abu. Ya ina za mu shiga da wannan bala'i? Wanda zina, ƴan uwa, manzon Allah ya tabbatar takan jawo bala'o'i daban-daban, ciwuwuka daban-daban. Yau yaya muke? Wani ciwon an rasa ma maganinsa, wallahi ba wai babu maganin nasa ba, Allah ya ɓoye mamu ne saboda ya mamu uquba da abin da muke aikatawa. Ya ƴan uwa, mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayani game da bala'i na zina. Manzon Allah ya ce waɗansu masu zuwa sun zo masa su ne mala'iku. Manzon Allah yana cikin bacci, mun san kwanan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba kwana bane, idaninsa ne ke kwana, amma zuciyarsa waltake. Aka tahi da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan mutane suka ce mai hau tai mu tai, manzo Allah ya tahi. Manzo Allah cikin wannan hadisi har ya kai inda yake bayani ya ce sai suka je a wani wuri kamar wata tanda, kamar gidan buredi, irin buredi wannan na galgajiya. Mun ga ayyan da ake yin burin sama mace buɗe ki, amma sama da ya matse. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da suka je wurin sai ya ji wani irin kugi da wani irin sauti. Manzo Allah ya ce da suka leƙa ciki sai ga mata ne da maza suntur, bala'in jahannama
bala'in wuta na kai masu duk lokacin da wannan wutar ta lashe su sai su yi wani irin ƙara su yi irin wani mummunan sauti annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan mutane suka ce mai mutahi mutahi haka aka dinga tahiya da manzon Allah ana nuna mai abubuwa daban-daban na irin bala'in masu sabo a cikin al'ummarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da masu waɗannan mutane waɗannan mala'iku kenan suke bashi labari ya ce waɗancan su wane ne masu wancan kuka masu wancan kugi sai aka ce mai ai mazinata ne maza da mata waɗanda a gidan duniya suke aikata zina suka mutu ba su tuba ba yayin uwa zina zinubi ne shu'umin abu ne kada ka ɗauka ka zalunci bayin Allah kada ka ɗauka kai kana da dukiya za ka iya neman mata kowa ta hanyar ka ba da dukiya wallahi akwai shu'umci wannan komin ta daɗe wannan bala'in sai ya faru a cikin gidanka da haka mu ji tsoron Allah in kana so a kame daga yakka ka a kame daga yan uwanka a kame har mahaifiyarka hakka kakka a kame to kai ma ka kame daga mutane wani mutum ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambayan manzon Allah wai a mai izini yayi zina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mai matsona manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mai bayani kana so ayi da diyarka a'a kana so ayi da mammaka a'a kana so ayi da kanwarka a'a manzon Allah ya dinga zana mai wannan mutum a ƙarshe sai da yace to shi ma duka waɗannan baya so ayi da nashi ya dan uwa ka ji tsoron Allah subhanahu wataala mukame kawunan mu mazan mu da mata wannan kuma haƙƙi ne wallahi akan duk wanda Allah ya ba shugabanci na iko shugabanci na malanta kai duk shugabancin da wurin da kana iya magana a jika to kai kokarin ka ga cewa ka dauki mataki in a ma'aikata ne wallahi kada ka ji tsoron zargin mai zargi ai kokari ka ga ka kare doka Allah wallahi Allah zai baka kariya da haka ya ƴan uwa wannan bala'i ya watsa a cikin al'umma da yawan waɗansu mata suna zuwa su aikata wannan bala'in wallahi kawai saboda neman kyalkyalin duniya saboda ta ga wance ta sai moto wance moto take hawa yanzu an ma wuce moto mota ita ma nan take so ta yi a ma'aikata ne tana ga wance ta samu daraja ita ma so take sai ta samu wannan daraje to za ta iya aikata duk abin da za ta aikata ai tana ganin wai ba mai ganin ta ina Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana ganin ku da aka mu ji tsoron Allah mu kiyaye wannan bala'i sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu kubuta wannan ya ƴan uwa ina nasiha ga kaina da sauran ƴan uwa na almajirai wannan musiba ya kamata mu tunkare ta da yi ma mutane al'umma bayani wani kamar ɗauka abin yake ba wani abu ba wata tana ga ba wani abu ba ne ai ba wanda ya ganta ta yi dai an bata kuɗi ta tahi tana ga ba yin towa a ce gashi nan saboda yau sun ɗauki matakai ai da ne ake cewa in ta yi za a ga ciki yanzu ba magana a ga ciki tana ga in kin ɓoye ma mutane ba za ki ɓoye ma Allah ba sannan kuma bala'in Allah zai cin maki tun daga duniya har lahira ki zama ƙasƙantatta a cikin al'umma duk mutanen kirki ba za su ganki da mutunci ba kuma wannan abin wallahi zai iya bin har zuriyarki ko da sun zama mutanen ƙwarai wannan abin sai ya musu alama sai ya zamanto ana aibanta su da wannan dan haka mu ji tsoron Allah ya ƴan uwa wannan a dunkule shine abin da kutubanmu ta kumsa Allah subhanahu wataala muke roƙo ya karba mamu Allah subhanahu wataala ka gafarta mu zunubanmu muna roƙonka ya Allah subhanahu wataala ka arzuta mu da kame kawunanmu ya Allah Allah subhanahu wataala ka kame mamu iyalanmu Allah ka kame mamu matanmu Allah ka kame dukkan al'umma ta musulmi daga aikata wannan banna muna roƙonka ya Allah ka gafarta mu ka sa mu cikin rahamarka muna roƙonka ya Allah ka karba mamu Allah subhanahu wataala ka sake maimaita mu wannan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal salihi amalina muna roƙonka ya Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmi ka kaskantar da kafirci da kafirai Allah subhanahu wataala yanayi da muke ciki na tsoro yanayi na rashin kwanciyar hankali a cikin ƙasa da sauran ƙasashe na al'umma ta musulmi da talauci da ya haddaba al'umma da rashin lahiya daban-daban Allah muna kuwa kuka zuwa gare ka Allah da rahamarka da jin kanka Allah ka yahe mun ba dan halinmu ba Allah ka lulube mu da rahamarka Allah ka sabkar da arziki mai albarka mai yawa a cikin wannan gari namu Allah ka maido da al'amurra na arziki a cikin wannan gari da sauran ƙasashe na al'umma ta musulmi تقبل الله منا ومنكم السلام عليكم ورحمة الله